أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من الأطباء السبعة موسم رمضان. مثل ما عودناكم رح نوصل لكم المعلومة المفيدة والنافعة. كيف حالك؟ أنا كيفك شادل؟ تمام. شو الأخبار؟ تمام الحمد لله. في كتير ناس بيسألونا عن السفر برمضان. تمام. نسافر برمضان أو لا؟ في ضرر علينا ولا لا؟ 100%. تعرف هذا السؤال دائما، خصوصا هلأ مع يعني صار السفر أسهل، فكتير ناس صارت تسافر في رمضان. هلأ شو المشكلة إني أسافر في رمضان؟ ودائما أنا هذا بتناقش مع يعني مع أصحابي وعائلتي، إنه والله شو يعني، ليش ما أفطر أو ليش أصوم؟ هلأ المشكلة وين؟ إنه أنا بس أسافر طبعا وأنا صايم، مش قاعد عم بشرب سوائل، مش قاعد عم باخذ اي شيء سوائل، فبالتالي نسبه الجفاف بتزيد عندي. وزي ما احنا بنعرف شادن، نسبه حدوث الجلطات في السفر اكثر من غيرها، خصوصا اذا السفر كان لساعات متواصله. الناس بتفكر انه انا بصيبني جلطات برجلي او بالرئه لا سمح الله من السفر، لاني انا قاعد بالطياره وما بتحرك، لاني انا نقص السوائل بالضبط. فانت تخيلي انت قاعده بالطياره ساعتين ثلاثه، مش قاعده عم تتحركي وعندك جفاف شديد، فنسبه حدوث الجلطات لا سمح الله أكثر. فبالتالي أنا بنصح الناس، خصوصا إن عنده سفرات طويلة وخصوصا في أيام الصيف اللي ساعات الصيام طويلة، ما يصوم، لازم يفطر عشان يشرب سوائل كتيرة. هذا للصحة كتير مهم. الشغلة الثانية، أنا بس أسافر وأنا صايم، أكيد في تعب عام، في إعياء، في قلة في نسبة الجلوكوز الموجودة في الجسم، فبجوز تحملي للصيام حيكون أصعب. أكيد أصعب طبعا. أصعب بكتير من الناس تانيين. فأنا بحكي إذا مسافر سفرات طويلة، إذا عندك عرضة، خصوصا الستات كمان بياخذوا الهرمونات اللي هي اللي ممكن تزيد مشاكل التجلطات، يمكن كمان حتى الأشخاص اللي عندهم أمراض، مثلا أمراض قلب أو أي أمراض تانية، أمراض الضغط وهالأشياء. 100%. أول شغلة لا تقدر تاخذي أدويتك بانتظام لأنك صايمة. ثاني شغلة زي ما قلنا، بتقعدي ساعات طويلة، السفر هلأ فيه مشقة لأنه أنا بدي أطلع وأروح وتفتيش وأضلني واقف، مش إشي سهل حيكون بالضبط، فمش بسهولة أرتاح. فأنا بنصح الأشخاص هدول بشكل عام، إذا كان السفر لفترات طويلة يعني بقضي أو مثلا بفطر وبعدين أيام تانية بقضي إن شاء الله. شكرا كتير لك دكتور، وأتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي أعطيناكم إياها. تابعونا في بقية فقراتنا. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفقرة جديدة من برنامج الأطباء السبعة موسم رمضان. اليوم بدي أحكي عن موضوع ممكن كتير من الأشخاص عم يحسوا بإحراج خلال شهر رمضان بسبب رائحة الفم. طبعا إحنا عم نحكي عن الحالات اللي مش مرضية، لأنه في أشخاص مثلا بيكون في عندهم مشاكل بالأسنان، ما بيكون عندهم مراجعات دورية عند طبيب الأسنان. في أشخاص بيكون عندهم مشاكل تانية ممكن تؤدي إلى ظهور رائحة الفم أو حتى بعض الأدوية. بس إحنا بدنا نحكي عن الشغلات اللي بتتعلق بالأغذية والأطعمة والمشروبات، كيف ممكن إحنا نحسن وكيف ممكن نخفف من هاي المشكلة اللي كتير ممكن تعمل إحراج لبعض الأشخاص. طبعا أول إشي بدنا نكون عارفينه إنه المي أو السوائل بشكل عام هو الصديق الأول، مثل ما بنحكي بكل فقرة، الصديق الأول والوحيد لجميع الأشخاص خلال شهر رمضان. ليش؟ لأنه إحنا كل ما صار في عنا جفاف بالفم، هذا الإشي ممكن يزيد عنا من رائحة الفم خلال شهر رمضان. طبعا ما بدنا ننسى شغلة الأكل، لأنه الأكل كتير ممكن إحنا نتأثر في نوعيات الأكل اللي ممكن ناخدها. إحنا بنعرف إنه البصل والثوم هي من الشغلات اللي أكتر إشي ممكن تضل عالقة بالثوم، فتعطينا ريحة خلال الصيام تبعنا، فما بنقدر نتخلص منها بشكل سريع. هلأ في عنا شغلات تانية لو أكلنا ثوم وبصل، في عنا من الشغلات اللي كتير ممكن تساعدني إن أتخلص من هاي الروائح هو البقدونس والنعناع. طبعا إحنا ممكن كمان نمضغ الزعتر، هذا الإشي كتير ممكن يساعدنا نخفف من رائحة الفم خلال شهر رمضان. من الشغلات اللي كتير ممكن يعانوا منها بالأخص الشباب خلال شهر رمضان، إنه كمية التدخين بتكون كتير عالية، شربهم للقهوة والكافيين بيكون كتير عالي. هاي الشغلات كلها بتؤدي إلى ظهور رائحة الفم خلال شهر رمضان. إحنا ما بدنا ننسى دائما تفريش الأسنان هي من الشغلات الرئيسية اللي لازم نعملها خلال شهر رمضان. بس كمان بالمقابل ما بدنا ننسى تأثير الأكل والمشروبات على موضوع رائحة الفم. يعني المشروبات اللي كتير كمان فيها سكريات عالية بدنا ننتبه منها كتير منيح، لأنها رح تفاقم عندي من هاي المشكلة ونتعرض لإحراج بشكل أكبر. نخلي دايما عندي خضار، نخلي دايما في عندي سوائل في أكلي عشان ما أتعرض لأي إحراجات. ورمضان كريم. خلينا نروح نكمل باقي فقراتنا من برنامج الأطباء السبعة. مرحبا، وصلنا لفقرة جديدة من أطباء السبعة رمضان، وهي فقرة حقيقة أم خرافة. اليوم رح أحكي عن موضوع كتير مهم بهم الستات الحوامل خلال الشهر الفضيل. كتير من الستات الحوامل بفكر إذا حركة الجنين توقفت هذا إشي طبيعي،
ولكن خليني أحكي لكم هالمعلومة الجدا المهمة. الجنين بأخذ كل تغذيته من الأم، وبالتالي دائما الأولوية سبحان الله للجنين مش للأم، يعني الغذاء والسكر والدورة الدموية كلياتها بتغذي الجنين. فبالتالي إذا الأم شافت أنه والله حركة الجنين بلشت تخف أو توقفت، أكيد مش لازم تكمل الصيام، تشرب سكريات وتأخذ كمية كبيرة من السكر. وإذا استمر توقف حركة الجنين ضروري جدا تراجع دكتور التوليد، ممكن يكون لا سمح الله صار في مشكلة في الحمل. ولكن بشكل عام الصوم ما بيأثر على الحامل أو الست الحامل إلا إذا كان عندها مشاكل طبية من أول أو إذا كان في مشاكل في الجنين. ولكن أنا دائما بحكي إذا الست الحامل لقت إنه في تغير في عادات حركة الجنين، والله الجنين بطل يتحرك، ضروري جدا توقف الصيام وتراجع دكتور التوليد، لأنه لا سمح الله ممكن يكون في مشاكل كبيرة في الحمل. فبالتالي معلومة إنه والله إشي طبيعي إنه يتوقف حركة الجنين في الصوم، هاي معلومة خاطئة. بتمنى إنكم تكونوا استفدتوا من هالمعلومة البسيطة، ومنشوفكم فقرات قادمة من الأطباء السبعة، خليكم معنا. مرحبا فيكم مستمرين بفقرات الأطباء السبعة ضمن موسم رمضان. لكل حدا عم بتابعنا، أجرى عملية جراحة سمنة، ركز منيح، موضوع كتير مهمه خلال شهر رمضان المبارك. معنا أستاذنا ودكتورنا دكتور وائل نعسان، كيفك؟ الله يسلمك، تسلم، بارك الله فيك، كل عام أنتم بخير، الله يخليك، تسلم بارك دكتور. يعني الأشخاص اللي أجروا عمليات جراحات السمنة أكيد لهم معايير معينة واتباع نظام غذائي معين، ما بالنا خلال شهر رمضان المبارك؟ حقيقة أنه كل عمليات السمنة يجب أن يتبع المريض أول شيء تقييم ما قبل العملية، بيبين لنا مدى مستويات الفيتامينز والبروتينز عنده والأمور المهمة، وهي بدها متابعة حتى ما بعد العملية. إحنا مرضانا بعد عمليات السمنة حقيقة كلهم نخليهم خاصة أول شهر، فإحنا يجب أن نقسم المرضى هدول اللي عمل عملية قريبة واللي عمل عملية من فترة طويلة. هلا الناس اللي عملوا عمليات من فترة قريبة، بس قريبة قد يعني كم؟ يعني خلال شهر، شهر من أو يعني شهر رمضان كان جزء من أول شهر من عمليته. ممتاز. بمعنى أنه ممكن يكون عملها قبل يومين أو قبل ثلاث أو أربع أسابيع. هدول المرضى إحنا عادة بنخليهم يكتروا من السوائل، ويجب أنهم يأخذوا كمية كافية من السوائل ما لا تقل عن لتر ونص للترين من السوائل المختلفة، سواء كان مي، شاي، عصير، شربات، يوزعهم بعد الإفطار للسحور. ولذلك هلا هون النقطة المهمة، هل يستطيع أنه يتناول لتر ونص لترين ما قبل يعني من فترة الإفطار لغاية السحور؟ إذا كان بيقدر بيقدر، ما بيقدر أنا بعتقد في البدايات يعني أول أسبوعين ما بعد العملية، بسبب هذه عملية كبرى، ولكن بسبب إجراءها بالتنظير هي عملية لا يعني ما بتعطي آلام كثيرة، ولكنها من العمليات الكبرى اللي بيحتاج المريض لفترة نقاهة طويلة. ولذلك أول أسبوعين أعتقد من الصعب أنه يصوم. هذه ليست فتوى مني، ولكن أعتقد طبيعي. جسمه نعم طبيا جسمه يحتاج إلى كمية كافية من السوائل والسعرات الحرارية فيها، لأنه ما بيقدر يأكل الأكل العادي، فبيحتاج إلى لتر ونص لترين. فأول أسبوعين من عملية عمليات السمنة يجب أن يشرب هذه الكمية من السوائل. نعم. فإذا كانت خلال شهر رمضان ما بيقدر يصومه. نعم. هلأ إذا العمليات كانت أو طويلة. ما بعد الأسبوعين هذولا كان يستطيع أن يتناول هذه الكمية من السوائل فخير وبركة، ما بيقدر والدين دين يسر، يعني 100%. ما أعتقد أنه يستطيع أن يفطر وأن يعوضها في أيام أخرى أو في فترات أخرى. طيب الأشخاص اللي أجروا العملية لما فترات من قديمة جدا، نحكي سنة وأكثر، ألا الفترات القديمة هو أعتقد أنه الآن إنسان عادي، لكن كمية الأكل اللي بيأكلها أقل، ولذلك يستطيع أن يعوض كمية السوائل والسعرات الحرارية ما بين الإفطار والسحور، يعني يستطيع أن يصوم شهر رمضان بسهولة. هلأ إذا لقى، طبعا إحنا في صيام رمضان يعتمد للمرضى على أكثر من عامل، أن لا يزيد مرضه، أن لا يصبح هناك مرض آخر مرافق بسبب الصيام. هلا المريض إذا أحس أنه والله لا يستطيع حتى بعد فترة طويلة من عمليته أنه أن يتناول كمية كافية من السوائل والسعرات الحرارية التي تناسبه. نعم. والبروتينات، هلا هاي كمان شغلة مهمة، على مريض مرض السمنة أن يتناول ما مقداره 1 ملغرام من البروتين لكل كيلوغرام لكل يوم. فإذا كان يستطيع أن يتناول برمضان بعد الإفطار، أيوة، فلا يستطيع. هلا إذا كان يستطيع، لا يستطيع عليه أن يفطر حتى لا تسبب له مشاكل. طيب.
طيب في معايير ثانيه غير النظام الغذائي طبيعه نمط حياته وكذا برمضان، بتعرف الحدا بيتعب اكثر برمضان، هل لازم امور معينه ينتبه لها ولا هو اهم شيء ركز على الامور اللي ذكرتها؟ ايوه اهم شيء السوائل بالدرجه الاولى، لانه هي السوائل اعتقد بتفيد الناس اللي عاملين سمنه واللي مش عاملين سمنه، لانه اكثر مشكله بتواجه الناس في الصيام هي السوائل. نعم. في نصائح عامه بتحب توجهها لاي حد اجى عمليه جراحه سمنه وهلا هو بتابعنا برمضان؟ انا بعتقد كل مرضى السمنه زي المرضى العاديين، خاصه بعد فترات من اجراء او بعد فتره من اجراء من اجراء هذه العمليه اذا كانت تتجاوز الشهر، عليه ان يبدا كالصائم، يعني ان يتناول الشوربات في البدايه حتى يلين المعده، وبعدين يهيئها، وبعدين احنا بنفضل دائما مرضى السمنه ان يتناولوا كميه كافيه من الخضار والفواكه وكمية مناسبة من اللحوم والبروتينات. نعم، تعرف معلومات كثير قيمة دكتور، شكرا كثير، يعني فقرة خفيفة ولكن بتأكد أنا إنه كل حدا بتابعنا إنه استفاد منها. شكرا كثير. إن شاء الله يا سيدي، وكل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بألف خير. رح نستمر بالأطباء سبعة موسم رمضان، لسه الفقرات مستمرة، خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم، صرنا هلا لفقرة التواصل الاجتماعي اللي بنجاوب فيها على أسئلتكم اللي بتوصلنا. دكتور محمد، اليوم هذا السؤال إلك، وصلنا. طيب اسمح. ما تأثير الصيام على مريض عنده قرحة في المعدة وكيف يتم التعامل مع الموضوع؟ هذا سؤال كتير مهم، كتير من الناس أول شغلة ما بكون عندهم قرحة، فنتأكد أول شغلة في عنا تشخيص قرحة، يا عن طريق المنظار أو عن طريق صورة ملونة. طبعا إذا المريض عنده قرحة، هلا الصيام بشكل عام ما بيعمل قرحة، يعني أنا والله إذا صمت مش راح يعمل لي قرحة، ولكن إذا عندي أنا قرحة ممكن أعراض تكون أكثر بتزيد. يعني مع الجوع تزيد الأعراض، لأنه فيه زي ما تعرفي أنت شادم، فيه عصارات صفراوية، فيه عصارات حامضية موجودة في المعدة، هاي بتيجي على القرحة أو على سطح القرحة وبتعمل أعراض أكثر. فبالتالي إذا أنا كنت صايم وكان عندي قرحة ممكن الأعراض تزيد، ولكن ما في خطورة. واللي بدي أحكي صيام نفسه أو الجوع ما بيعمل قرحة، ولكن كيف بدي أتعامل مع الموضوع؟ إشي بسيط، إذا في عندي قرحة أعالجها قبل الشهر الفضيل، إذا في عندي قرحة مزمنة ومش قادر أعالجها بأخذ الأدوية اللي كتب لي إياها الدكتور، سواء على السحور أو على الإفطار، في أدوية كتير هلأ فعالة عشان تغطيني 24 ساعة خلال فترة الصيام. تمام، يعني بقدر أصوم وما في أي مشاكل. 100% ما في مشكلة، طبعا إلا القرحات اللي هي النازفة أو القرحات اللي عاملة تسكير في الأمعاء، هذا حكي تاني، بس المريض أصلا ما بقدر يصوم. ولكن معظم الأشخاص اللي عندهم قرحة ما عندهم الأعراض كتيرة، مع شوية أدوية أمورهم تمشي منيحة، ما في مشكلة. أهم شيء إنهم يتأكدوا إنها قرحة عن جد، مش إنه مثلا 100% بتلاقي مريض قبل 20 سنة عمل والله تنظير وطلع له قرحة بسيطة أو التهابات بسيطة، بحكي لك والله أنا عندي قرحة على 20 سنة، فهذا حكي مش مضبوط طبعا. مضبوط. شكرا لك كثير دكتور محمد، بتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي أعطيناكم إياها. تابعونا بكرة بحلقة جديدة من الأطباء السبعة موسم رمضان.